مساء الخير متابعي موقع مباشر من مصر في كل مكان، معاكم في لايف جديد ومعاكم ندى احمد مراسلة الموقع من محافظة كفر الشيخ. احنا معانا النهاردة الحاجة عطيات. الحاجة عطيات بتستغيث علشان ابن اختها واخد ارضها وورثها كله ومش راضي يديها اي حق من حقوقها. ازيك يا حاجة عطيات؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الاول كده عرفينا بنفسك. انا عطيات محمود عبد اللطيف من قريه اللي يعني تبع يعني قرايبي منين بالظبط؟ من انا قرايبي من الخمسين، من قريه الخمسين تبع الجمعيه، تبع واني مركز ايه؟ تبع مركز تبع بيلا. جريده بيلا كفر الشيخ. طب قولنا عندك كام سنه؟ انا عندي 70 سنه. طب احكي لنا بقى يا حاجه الحكايه من احكي الاول. لك الحكايه واخليها الناس كلها تعرف. أنا مقيمة في أنا من 50 ومقيمة في الترزي، متجوزة في الترزي، في ترزي الجرايدة، تمام. مركز بيا لمحافظة كفر الشيخ. أنا والدتي ورثتنا الأرض ديت وهي عايشة. الأرض اللي احنا موجودين اللي فيها الأرض اللي دلوقتي أنت موجودة فيها ديت اللي على الواقع ده هو اللي أنت شايفاه ده هو ورثته لنا وهي عايشة. فقالت أنتوا مالكوش إخوات صبيان وأنا هورثكم الأرض وأنا عايشة. ورثتنا الأرض وقعدت سنة وتوفت. بعد ما كتبت لكم الأرض وقسمتها كتبت لنا عليكم. الأرض وقسمتها بما يرضي ربنا للميت والصاحي، واحنا ما فيش في الا ثلاثة باقيين من العيلة، ثلاث بنات أنا واخواتي الاثنين بنات. اخوات الصبيان توفت والورقة هو وشهادة الوفاة هي بتاعت اخواتي وكل حاجة. خدنا الأرض، فوالدتك قسمت الأرض عليكم. قسمت الأرض بما يرضي ربنا ولابن أخويا ولاخواتي ولي. أنا ليا 3 أخوات واتنين، واحدة متوفية عاطية حق ولادها ليه واخدين حق أمهم، ما خيرتش حد عن حد. قلنا لها ماشي ياما، اللي انت الناس حضرت وجابت لنا وادي الشهيد الوفاه بتاعت اخواتي وبتاعت وده اللي انا دافعه به للجمعيه. الجمعيه لها دين 5 سنين، الارض واقفه بقالها 5 سنين. طب كملي لنا، يعني بعد ما والدتك ورثتكم الارض ايه اللي حصل؟ اللي حصل جت في واحنا بنورث الارض، قالت لي كنت انا باخد انا واختي في الفدان الفوقاني. فقام فدان غردي ابن اخويا واخد عند العزبه، عند عزبه الخمسين في الاول، يعني في الارض من الاول. ففي الوسط انا قلت انا هاخد انا واختي في الفدان دي. يعني انت واختك هنا مع بعض؟ لا انا واختي كنت هاخد في الفدان الفوقاني اللي هو في الوسط، اللي في وسط الدراع. قام الواد ده قام جاي ابن اختي دي بقى اللي اسمه سليمان دي، قام قايل لي ايه يا خالي تعالي معانا انت وخلي الورثه التانيه هنا في الفدان دي. قلت له يا ابني انا هاخد انا واختي هنا، انا من الترزي وهي من الترزي، متجوزين احنا الاثنين في الترزي، واخد من حته واخد في حته واخد مع بعض، نزرعها لبعض، ناجرها لبعض، احنا اخوات وهناخد في الحته دي. قال لي معلش عشان خاطري تعالي معانا. قلت له يا سيدي ماشي. يعني اللي هو اتحايل عليك اللي اتحايل عليا اللي مبور الارض. قام قايل لي ايه ماشي، جيت معاه زرعت ارضي وهو زرع والدنيا ماشية وحلوة. ما فاجئت فاجئت قام قايل لي ايه فاجئت لقيته بيشتري في الارض من ورايا. اختي الميتة دي اللي متوفية ولها عيالها واد وبنت، جوزها باع حقه لابن اخويا، حق اختي. قام ايه طبعا حق اختي جنبي هنا اهو. قام هو جاي من ورايا شاريه من ابن اخويا اللي شاريه. قام هو انا بقول حقيقتي عشان الناس تسمع حقيقتي، انا صورت قبل كده بس بقول الحقيقه للناس عشان الناس تسمعني. المهم قمت ايه الناس قالوا لي يا حاجه الواد اشترى الثمانيه قريت جنبك، انا حقي اهو 11 قراط في الوسط اهو وثمانيه قريت هناك اهو وحق ام اهو ومقاسم نفسه في الوحدتين. الناس اللي بتقسم قالوا لنا ايه فيه ايراد هيبقى زايد، اللي هيتقسم في الوحدتين هياخد ايراد زياده. قام قال لهم انا هتقسم في الوحدتين، في الوحده اللي مع اختي وفي الوحده اللي مع اختي اللي فوق وهنا. وهي اصلا ارض اختك مش ارضه هو، وهي ارض اختي مش ارض ولا حاجه، بس هو اللي بيلعب علينا واحنا ما نعرفش اللعب بتاعه. المهم قام جاي
الناس قالوا لي انت ما تعرفيش، قلت لهم لا. قام قايلين ده الواد اشترى الثمانية قرط اللي جنبك من ابن اخوك، وانت كل ما ده بدون علم، كل ده من دون علمي ما اعرفش. فاني قمت واخده اختي اللي متجوزه معايا في البلد وقلت لها ايه، تعالوا نروح نشوف هو عمل ليه كده. قلت له انت الوقت بتشتري في ارض اختي، دي ارض اختي انا جار، بلاش ارض اختي خالص، انا جار وانا في الوسط. انت لو انت عايز تشتري وعندك اخلاص وليك وعندك ضميرك وضميرك موصلك لكده، كنت جات قلت لي يا خاله انا بشتري الثمانيه قريط، لازم لك منهم حاجه ولا خدهم؟ كنت قلت لك خدهم ورحت له بيته انا واختي. كنت قلت لك خدهم بس جنبني. قام قايل لي بقول لك ايه، أني ما انت اتكلمت تاني، اتكلمت تاني انا هبور لك ارضك خالص. يعني كان هددني في قلب بيته، قال لي انا هبور لك ارضك خالص. المهم زرعت ارضي، الكلام ده كان بقاله قد ايه؟ الكلام ده بقاله 5 سنين. انا زارعه الارض هيت الارض مزروعه، قعدت مزروعه الارض هيت الحاجات الجمعيه هي معايا اللي انا دافعه بها للجمعيه، والارض متورثه في الجمعيه وفي المنطقه وفي الدنيا بحالها، عارفه ان الارض متورثه في الجمعيه، هي موجوده في جمعيه الـ50 اصلاح زراعي توزيع جمال عبد الناصر، ما هيش ارض ايجار، ده ارض ملك حر بتاعت طيب. والدتي. طيب بعد ما هددك وقال هددني وقال لي اني اتكلمتي انا هبورها لك خالص. فاني جبت المزارعين زارعين حتتي اهي في الوسط اهي الارض دي، الارض دي. فقال لي المزارع اطلع من هنا، هي قال له يا عم ده ارض الحاجه وانا زارعها. قال له لا مالكش، مالهاش حاجه هنا، كانت الارض جا رز. قال له اطلع مالكش حاجه هنا. فحال ما اشترى الثمانيه قريت بقت الارض كلها تبعه، بقت الارض بقت كلها تبعه، عايز ياخدها كلها بلهمه كده بالقوه كده. المهم قمت رايحه لناس مسؤوله قلت لهم يا جماعه الوضع كذا كذا كذا، تعالوا شوفوا لي الوضع ده اهو. راحوا له قالوا له انت بتعمل في خالتك ليه كده وانت كده غلطان، انت لو فيه ايراد بيتباع في الارض بتحسحبه انتوا ورثه كلكم، انت تاخد لو ايراد يتقسم بينكم وبين بعض، ما انتش واخد، انت شاورتها وقالت لك مش واخده تاخده، قالت لك هاخد تديلها. هو شغال ايه يا حاج؟ شغال مقرئ في جامع البنابوي، بقول قال الله وقال الرسول، بقول الله اكبر، ولا عنده لا دين ولا اسلام ولا يعرف لا دين ولا اسلام. موظف في جامع، امام وخطيب في جامع وما يعرفش ربنا ولا يعرف الدين ولا الاسلام ولا يعرف الخلاق. وعنده كام سنه؟ عنده يجي 50 سنة ولا 45 سنة. أنا أعرف عنده قد إيه، ولاده لسه ما اتجوزتش، ولاده شباب لسه ما اتجوزوش. طيب يا حاجة مالوش حد كبير؟ مالوش كبير، ما فيش إلا ولاد عمه. رحت لولاد عمه قالوا له أنت اللي عامله كده غلط، والناس كلها قالت له، العزة باللي حواليا كلها قالت له اللي أنت عامله في خالتك ده غلط، ده أرضهم وحاجتهم، انت مفروض هم اللي يشتروا ويقولوا لك انت عايز ولا ما انتش عايز. المهم قلت له طيب يا عم الله قال لي انت لو اتكلمتي هو اللي متعدى علي، ارضهم اهي وواخد قاسم نفسه في الفدان الفوق. انا قال للناس ايه بقى؟ قال لهم انا عامل حاجه ما حدش يعرفها. قالوا له عامل ايه؟ قال لهم انا قاسم نفسي في الوحدتين، عشان لا دي تاخد ولا دي تاخد، لا عايز ابن اخويا ياخد. وقفت قال لي ده وقفت ودت لابن اخوه، مش عايز ابن اخويا يعيش في زي الناس، ابن اخويا ابوه متوفي مش عايزه يعيش زي، معاه 5 اخوات 4 بنات وهو لا عايزه ياخد في ارض جده ولا عايزنا ناخد في ارض ابوني، وطاردنا من بيتنا. كل ما واحد يجي يشتري البيت ويتمنه يقول له لا ده هم ختمين لي على البيت والبيت ده بتاعي. يعني البيت كمان مش الارض بس، والبيت والارض الاثنين. فانا قلت له يا ابني، الناس جات حضرت، ناس مستشارات حضرت قالت الكلام ده يا ابني ما ينفعش اللي انت عامله في خالتك ده، هي يا تجنبها يا الارض تتقسم نصين. يعني هو ليه ارض هنا وارض هنا وانت في النص؟ هو مالوش، ده هو اللي متعدى عليا وشارعها من ورايا، شار الارض. ما انا عرفت ان هو شار الارض، فانا رحت له قلت له انت بتشتري ارض اختي من ورايا ليه؟ بتشتريها من تشاورتني؟ قام قايل لي لو اتكلمتي في قلب داره، لو اتكلمتي انا هبورها لك خالص، ما انتش لا واكله ولا شاربه منها.
فقمت جاي، جت المزارعين قام طاردهم، قال لهم ما انتوش نازلين، اطلعوا ده ارضنا. قلت له يعني انت بتتعدى علي وقال لي هبورها لك، ما انتش واكله منها. قمت راحة للمسؤولين قلت لهم يرضوكوا يا ناس اللي هو عامله، بعت له واحد واثنين من 5 سنين، كل يوم ابعت له ناس، الناس راحة جاية. قلت لهم يا جماعة ما عدتش تروح، ما بيحترمش حد، هتروحوا تعملوا ايه؟ ما بيحترمش حد. طب هو الحاج يعني محتاج ان هو ياخد ده؟ عنده 10 فدادين، ادي فدانين له هم، وادي ارض امهيا، وادي ارضي اهي، وتعدى عليا ازح فوق دماغي واشترى ال8 قريط. فاني بقول له يا ابني انت، لا انت ما شاورتنيش ليه؟ جنبني بقى، خد يا عم، انت طمعان قوي، خدهم يا عم وعلى ارض امك وجنبني بقى في جنب. قال لي لا انا هبورها لك خالص، ادي حقيقتي وعشان الناس كلها تعرف حقيقتي. طب هو راضي ان هو ما يبقاش مستفيد منها ولا انت مستفيد؟ قال لي لا انا عايز كده، انا عايز ابورها لك كده واسيبها كده، لا ليه ورث عندي ولا حد ليه حاجه عندي ولا حد ليه مسكلة زر عندي. طب انت يا حاجه لما اشتكيتي؟ اشتكت، رحت جميع الجهات المسؤول، قالوا ما الارض ملهاش اعلان وراثه اهو، قالوا رحت طلعت شهايد الوفاه بتاع اخواتي وبتاع امي، اهم يا بنتي، اهم ادي الشهايد اهي، شهايد الوفاه اهي، اهم ادي الشهايد، وادي الدار متقاسه ومتقاسه هي 4 قريط الا ربع، وكل ما واحد يروح للدار يقول له لا ده خاتمين لي على الدار، الدار ما فيهاش لا بيع ولا شراء. اختي ليا اختي محتاجه، ما قاعده في الشارع. قلت له يا ابني اختك خالتك قاعده في الشارع، ادي لها حقها، عايز الدار خدها. طب اختك فين يا حاج؟ اختي مريضه، اختي هي امهم كلبه زيهم، لا عندها لا دين ولا اسلام زيهم برضه، ما عندهاش لا دين، لو عندها دين واسلام كانت قالت له انت ملك ومال، اخت خالت اختي وملك ومال حاجتني، دي دارنا وغتنا وحاجتنا، انت مالكش حاجه عندنا، انت ليك تعدي تشتري ال8 قريط من فوق دماغ خالتك. وسكت، قلت ماشي، جنبوني يا ناس وادوا له ارض. قلت له طب اشتري، جه راء ناس، يعني هو حتى مش راضي يتكلم، لا جه ناس فدان جنب ارض فدان جوزي، فيه واحد ببيع نص فدان، قال لي يا حاجه ما تبيع الحته بتاعتك ديت اللي الواد من اللي معذبينك العذاب القليل دول، وتعالوا خديه، وتعالوا خدي جنبنا هي النص فدان هو جنب ارض جوزي. قلت له ماشي يا جغطه، بعت له ده قبل ما يعمل العمل ده، بعت له قلت له يا ابني تعالى اشتري حقي وتعالى نقعد مع الناس دهيا، والله ما بزود عليك حاجه، يا رب، وتعالى نقعد مع الناس دهي نشوفهم عايزين ايه واشتري حقي، ده قبل ما يشتري جنبي، الكلام ده كله قبل ما يشتري جنبي، وتعالي نقعد مع الناس معانا في الترس، قبل ما يبقى جنبك من الناحيه دي كمان، قبل ما يتعدى عليا بقى، ده الكلام ده قبل ما يتعدى عليا. ابن اخويا اللي كان زارعها، هو اللي شراها من عمته وزارعها، ابن اخويا اللي زارعها. المهم قام قايل لي ايه، طيب انا هاجي، قام جاي الراجل قاعد معاهم وانا خشيت اعمل لهم شاي، قام قايل للراجل ايه، قلت له يا ابني الارض اهي جنبي اهي بتتباع، وخد حقي لو انت عايزه خده، انت اولي من حد غريب، ان ما كنتش واخده ابيعه للغريب. قال لي لا انا اخده. المهم قام قايل لي ايه، بقول لك اشتري الارض بتاعتك دي يعني واديكي حق، واشتري هناك. قام قايل لي ايه، بقول لك ايه، ده احنا عندنا الفضال الملك الحر اللي رد ب 10,000. قلت له يا سلام، ب 10,000؟ طب تعالى خلص مع الناس دي وهات حد يحكم على الارض. طب انت ارضك دي تساوي كام يا حاج؟ ارض دي يعني القراط ولا 80,000 جنيه النهارده اللي احنا فيه دي ب 80,000. وهم كام قراط؟ 11 قراط، نص فدان، ووراه خلا، وراه هو قراطين، يعني داخلة على 1,000,000 جنيه. داخلة على 1,000,000 جنيه. المهم قام قايل لي ايه، قام قايل للراجل ايه بقى، تعرف تخلع نفسك وانا اخلع نفسي، وهو الكبير بتاع المستشار اختي، تعرف تخلع نفسك وانا اخلع نفسي ونسيبهم منهم لبعض. قام قايل له، قام قايل لي انت جايبه العيال دي تهزقني ولا جايبه العيال دي لايه هنا؟ الواد ده جايني ليه؟ انت بتبيعي ارضك، يا تبيعي ارضك يا يشتري يا يبعد عني. يعني مش محترم حد خالص. مش محترم حد خالص، يقول للراجل إيه، انت تخلع نفسك وانا اخلع نفسي ونسيبهم يخفوا ياكلوا بعض.
ناكل بعض ازاي؟ طب انا بقول لك اشتري، انت راجل، انت المستشار بتاع امك، بقول لك اشتري، ما انتش راضي. عندي نص فدان جنب ارض جوزي بيتباع، قلت له خد يا عم، هي ارضك خدها يا عم، اللي انت مستغلها ديت وحاطط عينك فيه خدها. ده كانت بتجيب لي بال 20 شكاره قمح وبالطنان رز عايش، كنت بطلع صدقه على روح امي مني وابويا واخواتي اللي ماتوا، اخواتي ماتوا شباب ما خدوش حاجه، بطلع صدقه على روحهم مني والله والله، لا ولا حد ياخدها لا بيعها لهم، طلعها صدقه على روحهم، وما انا عايزه حاجه من الدنيا. يلا يا ست اقول لك اكتر من كده. جه قام تاني جاي بقى، ما هوش راضي يزرع ولا يشتري ولا راضي حاجه خالص، قلت للناس يرضوا ان هو يجي يشتري جنبي ويزنقني في الوسط. قام قايل لو اتكلمتي هبورها لك، بقى لها 5 سنين بايره، الناس حضرت قالت له يا ابني كده هي اللي لها الاولويه تشتري، ده هي صاحبه الارض. قام قايل لهم وماله تشتري؟ قالوا له هنجي لك، قالوا له اه تعالوا احنا هنبيع لها الارض. قام راح له قال يا ابني تشتري ولا هتبيعها؟ قال لهم لا هي اللي لها الاولويه تشتري. قالوا للناس المسؤوله ناس محترمه مستشارات وناس حاجه وعارفه ربنا وبيحلوا مشاكل. قام قايل له طيب هي اللي هتشتري؟ جون قالوا لي يا حجي بيقول انت اللي هتشتري. قلت لهم وماله، تمنوا الارض، تمنوا يعني الثمانيه جاهزه تشتريها برضه. قلت لهم هشتري بقى، انا هشتري بقى، انا هتصرف وهشتري. قلت لهم انا هشتري الارض وشوفوا وتمنوا الارض، واحد ما يجي يتمن الارض ويقول الارض هيبقى قد كده. كانت الايراد بايه؟ كان الايراد ب 30,000، الكلام ده كان الايراد ب 30,000. المهم قام جاي قام قايل لهم طب استنوا عليا اسبوع كده، بيضحك على الناس، استنوا عليا اسبوع كده. قاموا مستنيين اسبوع وقاموا رايحين، والله اساميهم معايا اهي، والله اساميهم معايا اهي، حاطين الاسم. قالوا له لو رحت اي حته احنا معاكي مش هنسيبك اهو. لطمني التلطيم اللي مع ابوه وابويا وامي، ما لطم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لطمني قرايبي ما عملوش فينا حاجه، كانوا معانيين الهنوة اللي في الدنيا. جالي واحد مانيش عارفه هو جاي من ايه، ان كان اسرائيلي ولا مسيحي ولا يهودي، مانيش عارفه له ملي، مانيش عارفه له ملي. بور ارض وكده اهو، كده اهو الارض تبقى كده اهو يا بنتي قدامك، كده اهو ينفع، ده هو العرب ساكنه في الارض زي ما هي كده. 5 سنين السنه دي الارض باير، رحت الجمعيه، الجمعيه الارض اندينت للجمعيه، الارض فيها صرف، اخر صرف ادفعه للارض اهو. يعني انت ما بتستفاديش منها حاجه وبتدفعي لها برضه؟ ما دفعتش، ما دفعش، الارض واقفه ما دفعتش. قالوا لي يا حاجه احنا هناخد منك، والاول انت الارض بايره ما فيهاش، هناخد منك ايه والارض بايره والديون عليك وخلاص، الديون في الجمعيه. الصرف الجديد معمول اهو، صرف جديد معمول اهو، لسه ما اندفعلوش. الصرف الجديد ده الفدان زي ما الحكومه تقول الفدان بكام، لسه ما اعرفش الفدان بكام. ما دي الصرف اللي انا دافع بيه اخر مره، صرف دي الصرف القديم، لسه الصرف الجديد بقى ما اندفعلوش ولا جنيه. وديون على الارض هي بدفع خدمات وبدفع ميه وبدفع حاجات، بس قالوا لي يا حاج هي الخدمات كل حاجه عليك، الدين على الارض اهو بقى لها 5 سنين ما دفعتش، ولسه جاي بقى الصرف الجديد اهوت. هم يعرفوه ولا يعرفوني؟ هم هو صاحب الارض مش بيعرف صاحب الارض، هما يعرفوه وهي ارضي، هتيجي ازاي دي؟ جه قالوا الارض مالهاش اعلان وراثه، لما بور لي ارض بقى وقالوا ورحت شكات وقالوا الارض مالهاش اعلان وراثه. طيب يا حاجه هو عايزك تزهقي وتسيب الارض، ده اعلان الوراثه؟ دي صوره من اعلان الوراثه ماشي، وده شرط الاسم، الارض مقسومه وما ما اهي دي محضر من الجمعيه الزراعيه مصورها اهو، دي معاينه من الجمعيه الزراعيه، انا ما بعرفش، ما معيش خط، مانيش عارفه حاجه. دي من الجمعيه الزراعيه، دي محضر معمول من الجمعيه الزراعيه، رايح النيابه، ده مره واثنين وثلاثه، عامله دي ثالث محضر ولا رابع محضر اعمله، ودي صوره من اعلان الوراثه ماشي، ودي شرط الاسم، كل واحد واخد حقه بما يرضي ربنا اهو اهو يا بنتي اهو اهو. انا بقول حاجه، انا بقول حاجه، انا بقول على 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 الجمهوريه. ادي يا بنتي اهو اهو، وادي الدار
واقف لنا كل حاجه واقف. عايز ايه يعني؟ ما ليه ما احناش عارفين. عايزنا، ما هو بقى لها 5 سنين، هو لسه عايز ايه بعد 5 سنين؟ عشان اقول له الارض عندك اهي، اقول الارض هي ناخدها بقى وخلاص، وانا مش عايزه منك حاجه. يعني عايز يزهقك لحد ما تسيبها له، لحد ما اقول له الارض عندك. طب انتوا كان قبل كده في خلافات بينكم؟ والله ما كان بيني، واقسم بالله كنت مربيهم على كتفي، واقسم بالله كمان مره كنت مربيهم على كده، وشيخ جامع، وبقول قال الله وقال الرسول، وبقول الله اكبر، وامام وخطيب في البنابو، في جامع في البنابو، يبقى دي مسلم، يبقى دي عارف ربنا. ده الناس الغريبه شفعتني، قالت لي يا خرابي ده هيعمل فيك ده، اهو انت تستاهلي ده، اهو كله انت تستاهلي الحاجات ده، ايه اللي اتعملت فيك ده؟ جوازي قال لي اهي اللي وداكي مع الواد دي. انا رحت خدنا على مشني وقال لي تعالي معان، قلت ماشي ابن اختي، هديها له يزرعها ياجرها هتبقى معاه، واقسم بالله زرعها 3 زرعات ما ادانا الا 1000 جنيه في 3 زرعات. وجت اقول له لا ايه يا ابني انت هتديني 1000 جنيه في 3 زرعات؟ قام قايل لي قال لا والله ارضك عندك اهي، لو انت عايزه تاخدها خديها. جت جبت المزرعه، قال ما حدش يجي جنبي، ما حدش يجي يهرس عليا هنا. يعني لما قال لك ارضك عندك انت جيتي تزرعيها وما رضيش يخلي؟ ما هوش عايز حد ينزلها، لا لي ولا ترى 3 مزارعين. الارض دي اتغير عليها 4 5 مشرفين راحوا له بيته، قالوا له يا ابني كده اللي انت عامله ده غلط، يا ابني كده حل، يا ابني يا ابني كده غلط. جه ابني هنا صار، قمت جايه بقى بعد ما طرد المزارعين من الارض، قمت قايله له تعالى يا تعالى يا الراجل. الراجل جه هنا قام قال لي يا حاجه انت هسيب ارضك ديت، كان الرز جنبي كده اهو والارض بايره. قام قايل لي يا حاجه الراجل اللي في الارض الثانيه ده، قام قال لي يا حاجه بعت له، قال لي يا حاجه الارض، يا حاجه انت ما تجيش تزرعي ارضك ليه؟ قلت له هاجي ازرعها، هو طرد المزارعين وانا هاجي ازرعها. قمت جايه جبت صفيحة جاز وجبت هنا المجاميع والميه هنا بتيجي بالصعوبه شويه، فجبت جاز وجبت له صفيحة جاز وقلت له يا ابني ايه دور لي عليه، وابني معايا هو، وانا هعملها انا ازرعها. جبت رز وجبت حلو وجات، قام ساعة الواد ما شافني ما جه لقى الارض جه بقى الراجل ملوط لي الارض. مين اللي ملوط الارض دي؟ مين اللي ابن الكلب اللي ملوط الارض دي؟ وقام جاي هوب صرف الارض بميتها، واني جايبه ربع صفيحة جاز وجركن ذات للمجموعه اهي، المجاميع دايره قبالك هناك بتدور بالمجاميع، بتشد من الترعه بالمجاميع، المكنه هناك فوق عند ال50 وبنشد هنا بالمجاميع نروي الارض. قام جاي صرف الارض، وقام ماسك فيه، وقام جاي لي بقى خلاني واقفه بقى، وقام جاي كنا في رمضان، قام جاي خانقني، قام قايل لي يا بنت المره يا بنت المره الوسخه، هقول ايه؟ هقول ايه؟ ما هو هزق الميتين، هزق الميتين يا حاج. هقول ايه؟ انت مسحيه. كملي. المهم جه خنقني وبهدلني، ورحت جبت معينات للارض، وجات الناس عينت الارض، جم عينوا الارض، ورحت الجمعيه عشان اجيب المعاينه انا وابني، قاموا ماسكين في ابني هنا وعند الجمعيه. لولا ال50 الترزي، هل الناس ضربت على الترزي؟ هيمقع بلدان في بعض، بتاع مشاكل وبيحب المشاكل موت، عايش في المشاكل، عايز يعيش عمره في المشاكل. جات الترزي قالوا ده عطيات وابنه، العيال ماسكين فيهم في ال50 وبموتوا في ابنه. الترزي جت هل علينا، لو جت الترزي كانت موتت البنابو. قلت لهم ارجعوا، ما فيش حاجة، ما حصلش حاجة، ورجحت الناس وهددت الناس وقلت لهم لا ما حصلش حاجة، ما حدش يمسك في حاجة، ما حصلش حاجة، موت بقى يدوسوا على ابني بالجزم قدام الجمعية، والجمعية تشهد علينا هناك اهي. وعملوا اللي عملوه وروحت. رحت شكات ورحت المركز ورحت النقطة، قالوا لي يا حاجة هنعمل ايه؟ احنا الوقت ما معناش أمر، الأرض ما لهاش إعلان وراثة. ده الكلام ده بقى لما عمل اللي فيها العمل اللي عمله، رحت عملت إعلان وراثة، ورحت عملت محاضر، الناس كلها. انا رحت النقطه بقوا زعلانين عليا، رحت المركز يقول لي والله بتاع المركز اللي هو بيعمل البلاغات، قال لي والله لو انا اقدر اعمل لك حاجه لاعملها لك، بس بلاغاتك راحت النيابه. واجرت محامي وعملت اعلان وراثه ودي والارض زي ما انت شايفه كده.
واخر ما زهقتي سكتي بقى وسبتي انا ما سبتش ده هو اخر محضر بقى له 9 شهور معمول اهو. يعني كنت ماشيه برضو ما ماشيه برضو وماشيه في الاجراءات، بس انا همشي في الاجراءات. هي ورث احنا بنتعارك عليها، ده هو اللي متعدى علي، هو ورث. وبلغت جميع الحتت لغايه الحمول، انا مش تبع الحمول، بلغت فيه في الحمول. انت تبع مركز بيلي؟ انا تبع مركز بيلي، ورحت الحمول قلت لهم من بقيت ماشي من زعل، بقيت اروح مطرح ما اروح كده في حتت ما حدش اقول انا هروح يا ولاد، اقول لي مين يا ولاد. رحت مركز الحمول قال لي يا حاجه انت تبع بيلا واحنا هنعمل لك، قلت له حصل كذا من هقول لك ايه، غلبت هنا وهنا، والواد ولا عنده دم ولا بيحس ولا عنده قريحه ولا يعرف الدين ولا الاسلام، وعامل شيخ منصب اعرفش بقى. قولي انا عايزه المسؤولين، انا عايزه ارض تنزرع، عايزه اشوف المشاكل اللي انا فيها دي يحلوا لي المشاكل دي، يجوا يشوفوا هو عامل فيا ايه، عايزه المحافظ، عايزه جميع المسؤولين يجوا يشوفوا الارض دي. هقول ايه اكتر من كده؟ مش عايزه الا كده، يجوا الناس تيجي تشوف انا يعني ليا ايه؟ انا جبت لكم حقيقتي اهو، قلت لكم على حقيقتي، انا مقيمه في الترزي وقرايبي في الخمسين، تبع الجمعيه، بيتنا في الخمسين، واقف بيتنا، وليا اخت تعبانه عندها القلب وعايزه حقها. قالت له يا ابني، قلت له قبل ما يبور لي ارض، قلت لهم كنت عايزه الدار خدها، احنا مش عايشينها منك. تتمن وخدها، يقول لا ما حدش لحق هنا، طول ما انا لوح تحت هدومي ما حدش دخل دار محمود عبد اللطيف. انت قلت لي برضو ان هو اخد معاش بتاع والدتك. وخد معاش اما اختي، اما والدتي توفت كانوا هم داخلين في المعاش، داخلين في المعاش، امه داخله في المعاش بتاع ابوها، ابويا كان غفير نظام من ابو بندقيه اللي كان بيغفر على العزب. المهم خشت في المعاش، فانا بقول لها ايه، قامت اختي قامت قايله لي ايه، امك توفت ولها ومعاش ابوك، احنا ما نعرفش ان هي داخله في المعاش، فاحنا بنسالها، بقول لها يا اختي انت داخله في معاش ابوكي؟ قامت قايله لي لا، انا عارفه من قبل امي ما تموت بشهر، قالت لي العيال دي واخدين معاشي، قلت لها عيال مين؟ قامت قايله الواد ده واخد معاشي اعطيه لامه وحرمني من المعاش، قلت لها انت عايزه حاجه؟ واقسم بالله كان في ايدي خاتم، قمت قلعاه، قلت لها خدي ابيعيه وهات اللي انت عايزاه. ما خدتيش بالك ان هو ممكن يغدر بيك انت كمان؟ ما اعرف، يعني ما غدرش بيا الا اما امي ماتت، اما امي توفت، الحاجه توفت، قام غدر بيا. يا تكسري يا تحلبي يكسر قرنك، يا تدهني الارض ببلاش اخدها وازرعها ومزاجي حلو. هي دي الارض كلها؟ الارض اهي، الارض قدامك يا بنتي، يا هي الارض كلها شكوى. انا عارفه ده هو بانجو ولا مزروع ايه، والله انا ما اعرف هو ايه اللي فيها، ده هو شوف الارض مزروعه ايه، اهي كل الحصر على الطبيعه قدامك اهو يا بنت، وهنا اختك وهنا ارض وانت في النص، وانا في النص، زنقني في الوص، هو اشترى من وراي، اشترى في الارض من ورايا، ما اعرفش. جت اقول له يا ابني انت بتشتري من ورا، لما الناس قالوا لي انت ما تعرفش، قلت لهم لا اعرف ايه، اما قال لي الواد اشترى في الارض من ورا، اشترى حق إيه؟ اختك من ابن اخوك من وراك، ابن اخويا اللي كان شاريه اشتراه من ورايا، من ابن، ضحك على ابن اخويا قال لي ايه، ما تطلعهم ورث اخواتك وانا كل واحده قرطان وانا اخدهم، المهم اعمل له فيلم كده. قمت انا راح قمت انا راح له بباته انا واختي، قلت له انت بتشتري من ورايا في الارض ليه؟ انا مش انا ده نجار، ده ارضي وحاجتي وحاجتني، انت بعدين انت تاخد بعدين، ان انا ما اديش لحد غريب، انا لما اكون اقعد لحد غريب انت لا، انت ابن اختي اولى تاخد انت، بس انت بعدين انت جات اتعديت عليا ليه وزنقتني في الوسط ورحت اشتريت الثمانيه ارض، عديت فوق دماغي ارضهم او ارضهم اهي، وارضهم اهي الارض، الفدان الثلاث فدادين ده هم ماسكين على نمرتين، سدد المصرف على الناس اهوت، والناس قالوا لي يا حاجه المصرف مسدود يا حاجه والمصرف كله غاب، قلت لهم انا هعمل ايه؟ روحوا هاتوا كراكي واشتغلوه، انا هاجي هناك. جيرانك في الارض؟ ايه؟ جيراني من اهو بقى المصرف ده كله، قلت لهم هاتوا كراكه واشتغلوه وقولوا لي هي كراكه عايزه ايه؟ قد ايه؟ وانا ادفعه لها، اعمل لكم ايه اكتر من كده؟ قالوا يا حاجه والله تشكري. يعني انت قدمت كل الحلول؟ قدمت كل الحلول. جه طب سيبني بقى ازرع ارض، جبت الناس تزرع تشتغل الزواريق، قال لهم اربع رجاله من اللي بيعملوا الحدودات بقى، قلت اما اعمل حدودات بقى بيني وبينه عشان اعرف ازرع ارضي، قال لهم لا ما انتوش عاملينها، روح ابني قال لي ياما اعملي لقمه للانفار على ما اجي اخدها على ما اسرحهم واجي اخد اللقمه.
لقيته جاي، وقال لي قلت له قال لي انتوا بالعجل اشتغلتوا؟ قام قال ما انتش عارفه ان ابن اختك طرد الانفار. وانت بقى ما بتدخليش ولا جوزك ولا ابنك في الموضوع خالص؟ لا مالهمش، ادخله ادخل ابني يموتوه؟ ده هددوا ابني بالقتل، انشال الشقارف عند الجمعيه، واقسم بالله واقسم بالله وانا على صلايا بتاع الدور. قام قايل لهم ماسك الشقارف كده اهو وقول لهم موتوه يالا، ياد موتوه، لو كان حد بيصور ساعتها كان صوره، موتوه يالا موتوه. اتلموا عليه ضربوه، لولا الخمسين ما طلعت على ابني كان هيموت. ابو جوزي قال لي اكن انت الواد يضحك عليك وياخدك معاه، ياخدك ما يضحك عليك، انت كنت بتاخد انت واختك في الفدان الفوق، يضحك عليك وياخدك تحت ويعمل وعايز يموت ابني، يعمل لي مشاكل. فاضي الراجل حلف عليا يمين لاني ولا ابني ليا دعوه بورثك، انت حره انت حره مع اولاد اختك، ما اولاد اختك هناك هم كلاب كلاب وقحت في وسط كلاب، ضحك عليا ويعمل لي مشاكل في بيتي، الراجل اللي بياكل معايا في وعاي. قال لي ما تشوفي بدم عملوا فيكي كده ومسخروكي ومسخروكي مع الناس كده ومسخروكي قدام الناس، انت وامك اللي ميته، ما تاكلوش معايا في وعاء. مفيش حد كبير في عيلتك؟ مفيش اخواتي متوفيه، ابويا متوفي. لا في عيلته هو في عيلته مالهمش كبير، هم شويه عيال مالهمش كبير، مفيش كبير، هو الكبير بتاعه، هو شغل منصل بتاع العيله، ما حدش بيتكلم الا هو، وحد بيقعد ولا بيقوم الا هو، عامل شيخ بلد هو اللي بيقوم وبقعد. وادي حكايتي مع ابن احلاه، بس لا ابن اختي، ما هوش ابن اختي ولا اعرفه، متبريه منه اليوم الدين على اللي بهدلت وعلى خراب بيتي وعلى اللي عملوا فيا، وما فيش. واختي قاعده في الشارع بتقول لي عايزه ابيع حقي في الدار. اختي التانية غلبانه عيانه عندها القلب وعن مريضه ما بتنهارش تطلع بره، ومعاها بنت كفيفه ما اتجوزتش، وقاعده بيها اللي بيحسن عليها واللي ما بيحسنش. يعني معاها دخلته في الشارع بره؟ اه اختي قاعده في الشارع، قاعده في الشارع في اوضه عند ولاد ابنها، ولادها متوفيين، وقاعده عند ولاد ابنها، عاطيين لها اوضه كده، اوضه لا حول ولا قوه، تروح تلقاها قلعه وقاعده في الاوضه لا حول ولا قوه، اعمل ايه؟ وزعلان اللي انا خدت نص المعاش بتاع ابويا اداته لاختي، غلبانه مش لاقي حاجه، مش لاقيه تصرف، انا مش عايز، انا لو هشحى تاني اكل اختي، غلبانه محل جوزها ميت قبل ابوه، وخدوا المعاش منها وما قالولهاش ان احنا واخدين معاش. جت تاخد المعاش قالوا لي ده انت اللي اديتي لها المعاش، انت اللي اديتي لها المعاش، واحنا لازم نبور لك ارضك. يلا يا ست، اما اقول للناس حقيقتي عشان يعرفوا حقيقه اخرها ايه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يلا يا بنت، اعمل ايه اكتر من كده؟ اقول ايه؟ تبقى اختي جعان وانا شبعانه؟ يعني لما يكون عندي حاجة في داري واختي تبقى جعانة، جارك يبقى انت تباتي شبعانة وجارك يبقى جعان، يسوى ايه دي؟ تسوى كتير قوي، عند اللي يفهمها ويعرف دي تبقى اخت ولا دي ولاد اخت. اقول ايه يا ناس؟ اقول للناس ايه؟ ادي حكايتي، اما اقول حكايتي بقى عشان الناس تعرف حكايتي وتعرف ان في انا في ايه، طلعت اللي عندي وقلت اللي عندي كله، اعمل ايه؟ جميع الناس راحت، الناس قالوا لي يا حاجه اللي انت عايزاه تعالوا خديه، يعني هتموت ابنك؟ قلت لهم لا سيبوها، انت موت ابني عشان الارض خليها محطوطه. الراجل قال لي ابني ما عادش ابنك، يا تاخدي حقك بما يرضي ربنا، وشوف الواد ده متعدي عليكي ليه وعامل فيكي كده ليه، يا سيبها باير، ما عدتش تروحي لا انت ولا ابنك هناك، انا بخاف اجي هنا، انا عمري ما انا بقالي 5 سنين من نهار الارض، اخر معاينه النظر قال لي ما تجيش، انا اللي هروح اعين الارض، قال لي ما تجيش تيجي معايا، قلت له اجي معاك، قال لي لا خليك، انا اللي هروح اعين، وعودي في الجمعيه انا اهو، اما اروح اعين واقف. ماشي يا حاجه ان شاء الله، يعني ربنا يرجعني. انا ده مش ورث، ما خدتش منه ورث، ولا ليه ورث عندي، ولا ليه حاجه عندي، ان كان ليه حاجه عندي تيجي الحكومه تتدخل، ان كان ليه حاجه عندي تديها له اتنين، تدي له الحاجه اتنين مش واحده. حقك يرجع لك وارض ادي يا حاج ادي يا بنتي اهو، انت شايفه قدامك اهوت الدنيا فيها ايه اهي، شوف شوف الشكر،
شوف الارض عامله ازاي، الارض السواحل يا حكومة، الارض السواحل اللي يتعمل فيها كده اهو، يا مسؤولين الارض السواحل اللي يتعمل فيها تنزرع بانجو. ما هي ولا عارفه دي بانجو ولا ايه دي، والله ما اعرف هو ايه، اقسم بالله ما اعرف ده هو ايه اللي طالع في الارض ده هو. لا ما هو ده، انا عارفه هو دي ايه، والله ما اعرف هو دي ايه. شوك بيطلع على السكك، دي شوك، ده هو شوك. زي ما حضراتكم شفتوا الحاجه عطيات، ودي كانت حكايتها مع ابن اختها اللي واخد ارضها ومش راضي يديها لها. شكرا لكم على المتابعه، وكنت معاكم ندى احمد من قناه الشيخ.